السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد معايا في قناتي دوما مودست كويزين. اليوم غنشارك معكم وصفه ديال الخبز البرغر كيجي خفيف وكلقطن. نخليكم مع بعض الصور وعاد ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو 600 غرام ديال الدقيق، 180 مليلتر الماء، 100 مليلتر الحليب، 50 غرام ديال الزبدة، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، معلقة كبيرة ديال السكر، نص معلقة صغيرة الملحة وبيضة. وللتزيين غنحتاجو بيضة وزنجلان سمسم. في إناء أو فلاكيف ديال الغوبو نوضعو الدقيق، خميرة الخبز، السكر، الملحة، البيضة كاملة، الحليب، ونبدأ في التخلاط ونفرغ تدريجيا الماء. نضيف الزبدة بدرجة حرارة المطبخ ونكمله في العجن. وهذه هي العجينة اللي كنحصلوا عليها، كتكون بقوام رطب كيف كتلاحظوا. غادي نغطيوها بالفيلم اليمونتير وغادي نخليوها ترتاح في واحد البلاصه سخونه حتى يتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما خمرت لينا العجينه نوضعوها على سطح العمل ونخرجوا منها الهواء ونقطعوها قطع صغيره ونشكلوا كويرات من نفس الحجم. انا حصلت على 10 ديال الكويرات. نوضعوا الكرات ديال العجينه في صينيه اللي غتدخل الفران ونضغطوا عليهم ليجيرمون. ندهنوهم بالبيضه المخفوقه ونرشوا عليهم الزنجلان وندخلوهم يطهوا في فرن مسخن على 180 درجه مده ربع ساعه اولا حتى اللون ديالهم يولي ذهبي. وهنا من بعد ما خرجتهم من الفران غادي نخليهم يرتاحوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزات، كيجي ورطي طبين كلقطن. وهذا هو شكل الخبيزات من بعد ما عمرتهم بالكفتة، صراحة لا في المنظر ولا في المذاق رائعين، ننصحكم تجربوهم. كنرحب بكم من جديد وكذلك بالمشتركين الجدد، وكنقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله مع فيديو جديد.